أخيرا وصلنا للملزمة الأخيرة اللي هي الرابعة، عندك الكانسر. يابا شنو هذا الكانسر؟ يقول لك هو مرض وين يصير بالجينيتيك تشينج، يعني disease that result from the genetic change. أكفى التغيير صار على الجينات فسبب سبب سرطان. هذا أهم شيء من هذا كله، من هذا المكتوب كله. ننزل جوا هنا يقول لك define my cancer. شنو تعريفه؟ alteration أو change تقدر تقول in the gene encoding the cellular signal molecule. الخلية تعطي إشارات على ما تبدأ تصنع لك بروتين، مو لو لا. فهذا الجين قطع إشارة غلط فكون لك بروتين، وهذا بروتين شو نسميه؟ بروتين كاينيز، اللي هو اللي يسبب لك الكانسر. الكاينيز بروتين سبب لي الكانسر. أوكي، عندك هنا هاي أكثرية فراغات تجي الدراج المستخدمة للبيشنت شنو اسمه؟ كاينيز. التومور وين صار؟ بالدي ان اي. ونستخدمه وين؟ يساعد شنو؟ الانتي كانسر ثيرابي، يعني علاج مال سرطان. وعندك دايركت بيشنت مانجمنت اللي هو يرتب امور او يدير الامور المريض. نروح هنا تايب يوال. هو شنو تغير بالجين؟ تغير بالجين معناه انه صار اكو طفرة. هذا هو معنى اي نوع تغير يكون على الجين، معناه موتيشن. وهالموتيشن تكون يعني هواية امراض حسب الطفرة مالته. هسا احنا الطفرة مالتنا سوت له كانسر، سوت له سرطان. ف ان سينجل نيكلوتيدات فيرالنت اللي هو نوع من انواع يكون سينجل يعني واحد بس، يكون بوينت ماتوريشن يعني شنو؟ لو اد لو ريموف واحد او تغيير، يعني نيكلوتيد واحد يتغير، هذا هو سينجل. اما السمول دوبليكيشن يعني تضاعف صغير. التضاعف الصغير يعني شنو؟ يعني انا خليت نيكلوتيدات او حذفت نيكلوتيدات. فأنا حذفت واحد أو مثلاً فيو يعني قليل، حذفت اثنين ثلاثة هيك شيء، ما حذفت هواية فيكون سمول. أما عندك الإكسون، الإكسون هو عكس السمول، هو لارج ديبليكيشن أور ديليشن. إكسون يعني أني هنا حذفت هواية، يعني على سبيل المثال حذفت 2A، بهذا أنا حذفت 2A بالسمول. هنا كم حذفت؟ حذفت تقريباً 10 20 40، المهم فد عدد كبير يعني حذفت بالاكسا. عندك النوع الرابع والاخير، عندك الستراكشر سيفيريتي اللي هو الانوموليس اوف جينيتيك ماتيريال بالترانسليشن اور انفرزيشن. يعني شنو؟ بين قوسين الانوميلز يعني شواذ، واني ما اعترف بالشواذ، هذا التفكير خاطئ. هاي اول وحده. ثاني شيء، اكو فتشي مو طبيعي دي يصير بالاضافة وبالترجمة، فهذا شي يسوي لك variant يعني متنوع، يعني هواية انواع دي يصير عندك، واحنا بس اثنين ذكروا انت، لا تصير اكثر من هذا. زين، هاي رسالة وراح يطوني هاي العلامة الخضراء، العلامة الصفراء مال ماكو فلوس على الفيديو. عندك هنا diagnostic test، diagnostic test examine يعني diagnosis test. التستات مالتنا عندنا بهاي الطرق، عندنا كم واحدة هم جيت لعبت بهذا، عندنا واحد اثنين الله ثلاثة. اوكي، عندنا ثلاث انواع نسوي تستات. اول وحدة اذا عندي present low absent amount، لو موجود موجود او غير موجود كمية البروتين، يعني شوف كمية البروتين الان عندي اياها موجودة لو ما موجودة. اول نقطة عندك blood test من انواع blood test يعني تحليل الدم، وعندنا tumor biopsies يعني ناخذ خزعة من السرطان او من الورم ونشوفه.
عندك ونشوف كمية البروتين، كمية specific protein يعني البروتين اللي نحتاجه أو المميز. اتفق اسمع شباب، إذا أكو أسئلة فهمية وخارجية طيب ندزوها، أكو ممنوع لين الحين كتبت والله ما أدري. بعدين مصطفى بعدين شوف الفيديوهات عندك شنو activate the expression of gene or set of gene. بعد الاكسبريشن يعني ترانسكريبيشن، يعني شنو ترانسكريبيشن؟ يعني من الدي ان اي للار ان اي، تفهم شلون؟ اني احول الدي ان اي الى ار ان اي. الجين هذا خريط نزل جوا، عندك ثالث شيء اللي احنا نشوف الابنورماليتي، جين ابنورماليتي يعني جين مو طبيعي، من جين مو طبيعي يعني عندك طفره. زين هسه اقول لك شنو تعريف الطفره، اقول لك احنا عدناه 100,000 مره، اللي هو تغيير بالسيكونس، اكو التير او تشينج ان سيكونس، انتهى امره. عندك الثاني اللي هو الابيجينتيك، ابيجينيتيك تشينج يعني تغيير الابيجينيتيك، يكون موديفيكيشن اوف بيس، يكون تغيير تعديلي بس ما راح اغيره، انا ما دا اغير ستراند مالتي، انا بس دا اعدله. يعني على سبيل المثال اجيب فد واحد اقص شواربه، هل هذا الانسان تغير من قصه شواربه؟ لا بقى نفسه، بس انا عدلت فد شيء طفيف بي. هذا الفرق، الطفره انه بدي تغير سيكونس كله، اما هذا ما ده غيره، انا دا اعدله عشان تطلع حلو مرتب. زين عندك هنا مولكولار ميثود اوف كانسر دايجنوستس، عندك كومبوريتيف جينوم هايبر ديزيشن CGH. هي تكنولوجيا نستخدمها على مشان ديتكت اوف جينوميك كوبي فارينس، يعني شنو هي عملية على مود ندقق على الجين الجينوميك سي ان في او تنوع النسخ الموجودة عندنا، نشوف كم نسخة عندنا. هاي هي الطريق مع CGH. عندك الكروموسوم مايكرو ارايسيس، شنو هاي؟ هاي نشوف ال analyze that identify genome wide copy number variation at the chromosome level. يعني أنا دا أشوف الكروموسوم مالتي وأشوف النسخ، عدد النسخ الموجودة بالكروموسوم مالتي. فكروموسوم مايكرورايس أنا دا أشوف عدد النسخ الموجودة بالكروموسوم مالتي، صار بيه مثلا شنو؟ مثلا المايكرو ديليشن يعني عدد الحذف اللي صار عندي، الديبليكيشن عدد التضاعف اللي صار عندي، عندك الريرجمنت الترتيب مالتي، عندك الامبليفيكيشن اللي هو التضاعف، عندك سي جي اتش تكنولوجي نستخدم الكروموسوم المايكرو ارايس تيست، ويكون سنجل نيكلوتيد بوليمر. هذا ما اعتبره يجي، بس اخذ التعريف يعني انا يعني اقصد التعريف اللي هو صاير منه هذا السطر كلش مهم نتابع، وإذا أمكن الأنواع ولو هي الأنواع دي تتكرر يعني أكثر من لازم. ننزل ها عندك هنا جين إكسبريشن، هنا إكسبريشن أنت لازم تعرف إنه ترانسكريبيز دي إن إيه تو آر إن إيه، أوكي يعني شنو؟ أنالايز بأم أم آر إن إيه تو ديتيرمينايت جين أكتيفيت ذا ريل تايم بي سي آر. هاي العملية دا اشوف الام ار ان اي العدد مال جين مالته المفعل، كم جين من الام ار ان اي دا يشتغل بعملية الريل بي سي ار، فهذا تعريف مهم لازم تخليه بعين الاعتبار. عندك النكست جينيريشن، اوكي هذا في التحليل جديد او تكنيك جديد، شلون يكون؟ كويك انالايز مالتيبلاي سيكونس اوف ذا دي ان اي ات ذا سيم تايم. مالتيبلاي يعني عديد، اوكي هواية من السيكونسات او السكشنات دا اقدر اطلعها بالدي ان اي بوقت واحد، يعني مو واحد او اثنين او ثلاثة، لا هواية يعني مثلا 40 واحد دا اطلعها بنفس الوقت، هم يختصر لك وقت وهم ارخص عليك. عندنا مهود يقول لك نيكست جين يعني وين نيكست جين نيريشن يعني الجيل الجديد، وين
هم طخيت هذا انت هاي عندك ذا اكسون سيكونس ويست با يقول لك 1% من ال DNA make the protein and protein make section call exon. حسنا انت هنا تقول يا حسين شنو هذا ما تفهمني، راح اقول لك انه الاكسون يقدر يكون مقطعية من البروتين. اوكي الاكسون هي مقطعية من البروتين. يقول لك كل الاكسونات تتجمع سوا وتسوي اكسوم. الموضوع يختلف. ننزل جو ها يقول لك الفيست شنو هو DNA analysis look at all the exon in the person. علم شنو نسوي؟ علم نلقى التايب مال تومر، نعرف شنو نوع السرطان بهذا الانسان، شنو هذا الورم. فهاي التقنية الوايل اكسوم سيكونس بتشوفك البروتين الموجود، هاي اول وحدة، وده نحلل DNA وهذا DNA راح يكون اكيد بي اكسون، والاكسون هذا مال الانسان عن طريقة نقدر نحدد نوع سرطان البي. زين عندك الفيس فيغوس، فيغوس تقريبا نفس الشيء، انه انت تشوف الدي ان اي مال الانسان سيكونس مال دي ان اي لو تيشو وتعرف انه هذا تومور مالته يعني سرطان نوع السرطان مالته، بس بروتين ميكين كودينج از ويل نون كودينج اليمنت ما أوفق من هذا الخليط. المهم أن تعرف الحد التأمر، هذا أفضل ما يمكن أن تفعله. نجي نمشي بعد هاي انتهت المسألة، أنتم سالمين.